السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شرحنا هذا راح نعلمكم كيف تحذفون الرسائل الإضافة والخروج من القنوات أو الجروبات في تليجرام دون حاجة أن نحن نحذفها بشكل يدوي. طبعا راح جبت لكم بوتين، تقدر تختار البوت أي بوت يعني يناسبك. البوت الأول نضغط على هنا، ثم نضغط هنا، ثم نضغط هنا، ثم نضغط هنا، ثم نبحث. وطبعا موجود الكلمة هذه أو الهاشتاج هذا، المهم موجود تحت في الوصف، تقدر أنك تنسخه. طبعا هذا البوت الأول، البوت هو أفضل البوتات في الحذف، حذف الرسائل اللي تجي الإضافة والخروج، إن هذا انضاف من الجروب وهذا خرج من الجروب إلى آخره. طبعا الآن خلنا نجرب، الآن بضيف ناس بشكل عشوائي. كما نلاحظ أن ما فيه رسائل إضافة ولا يعني حذف ولا إلى آخره يعني. المهم هذا البوت الثاني، تقدر تختار مثل ما قلنا، وهو نفس الطريقة لإضافة البوت، هذا نفس طريقة البوت الأول، نفس الإعدادات أيضا، جدا سهل وجدا بسيط ومجاني. وطبعا الأفضل أنك تختار بوت واحد، وأنا صراحة أنصحكم بالبوت الأول. البوت الأول هو لحظة بوت أفضل، لأنه ما يرسل رسائل مثل ما تشوفون قدامكم، يعني هذا بين فترة وفترة يرسل رسائل، فهذا يعني أكثر سلبية فيه البوت الثاني. لكن بالتوفيق، والله يوفقكم، وشكرا على الاستماع والمشاهدة. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الباقيات الصالحات.